معانا في ميدان التحرير مجموعه من الشباب السلفيين في جمعه 30/9. تعرف بحضرتك؟ محمد علي. تعرف طارق علي. محمد عباس. استاذ طارق، استاذ محمد، نازل حضرتك ليه النهارده؟ هو النهارده قالوا انها جمعه استرداد الثوره، ففعلا الثوره سرقت، فاحنا راجعين عشان نستردها. طيب النهارده معظم السلفيين والتيارات الاسلاميه كتير منها زي الدعوه السلفيه مثلا في اسكندريه ما نزلتش، ايه تعليق حضرتك على الموضوع ده؟ اقول ان ده تواطؤ لبيع الثوره. تواطؤ لبيع الثوره. استاذ طارق، الاخوان المسلمين كذلك برضو قالوا لشبابهم ما ينزلوش، وجزء كبير من الميدان اللي هم كانوا بيبقوا واقفين فيه فاضي، تعليق حضرتك على عدم نزول الاخوان؟ والله احنا يعني الواحد بيتعجب جدا من اللي بيحصل ده، وانا قابلت اخ من الاخوان امبارح فلما بيقول لي احنا مش هننزل قلت له دماء كل الناس اللي قتلت، واي تراجع بعد كده ده في رقبه كل واحد من جماعه الاخوان المسلمين، لان احنا كلنا حاجه واحده، المفروض ان احنا كلنا النهارده عشان نرجع الثوره تاني، الثوره الناس كلها كل واحد الصغير والكبير شايف انها بتتسرق، فلازم الثوره ترجع، فده تراجع ومش عارف يعني مش 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 واجد سبب واحد للي بيحصل ده، مش واجد لهم اي مبرر. استاذنا العزيز، ايه راي حضرتك بيقال ان السلفيين والتيارات الاسلاميه عامه متواطئه مع المجلس العسكري ومبيعاه وكده، انت حضرتك كواحد يعني يبدو عليك سمه السلفيه، ايه رايك في الكلام ده؟ ايه تعليقك على رايك في الكلام ده وتعليقك على المجلس العسكري؟ بالنسبه للتيارات الاسلاميه وخاصه الدعوه السلفيه عندها امل ان المجلس العسكري سيرضى عنها اذا لم تشارك في الثوره. والمجلس العسكري نفس يعني فاكر ان مجرد ان السلفيين مش هينزلوا الميدان هو كده بيقضي على الثوره، لانهم الدعوه السلفيه لم تشارك في الثوره من الاصل يعني. الدعوه السلفيه بالاسكندريه. نعم، وبل كانت تصدر منهم الفتاوى بعدم الخروج وهذا خروج على الحكام. طب حضراتكم كده كاخوه يعني باين عليكم سمه السلفيه، ما تاثرتوش بفتوى عدم الخروج على الحكام؟ نزلتوا في الثوره وشاركتوا؟ احنا كنا الحمد لله يعني احنا اعتقلنا، انا اعتقلت 5 سنين ونص، واخويا محمد اعتقل 3 سنين، واخويا الثالث اعتقل، كنا ضد الحكام، ضد الظلم، ضد الجبروت، ضد حرب الاسلام، ف الدعاة السلفية الذين يدعون أن هؤلاء حكام ولا يجوز الخروج عليهم، هؤلاء طواغيت مش حكام. حضرتك حملت السلاح أو حاجة زي كده؟ أحمل السلاح مجرد فكر، أنا بتحاسب على فكر، اتحاسبت 5 سنين ونص على فكر، اتحكمت في محكمة عسكرية قعدت 4 سنين حبس احتياطي. يعني في تيارات إسلامية كانت من قبل الثورة بتضد مبارك، مش شرط تكون جهادية وبتحمل السلاح؟ لا طبعا، طول عمر التيار السلفي حتى بالقول وبالفكر، لعد ان احنا قابلنا ناس اتحبست من اجل رؤية شافتها، ناس اتحبست من اجل ما قراءة قرآن. طبعا التيار السلفي كان مضطهد، اضطهاد دلوقتي مش السلفي، السلفي اللي هو كان مضطهد اضطهاد كبير جدا يعني. وبعدين عاوز اقول كلمه واحده، كان قول العلي رضي الله عنه وارضاه كان بيتكلم عن الولايه، فبيقول لابد لهذه الامه من ولايه بره او فاجره، قال هذه البره قد عرفناها فما بال الفاجره، قال يؤمن بها السبيل ويقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيل. ديت الولايه الفاجره التي لا يجوز الخروج عليها، يؤمن بها السبيل، يجاهد بها العدو، يقام بها الحدود ويقسم بها الفيل. طب علشان كلام حضرتك بس ممكن حد يفهم منه يعني انه مثلا التيارات الاسلاميه ضد الليبراليين بالمعنى الاقصائي، او ضد يعني حضرتك مثلا النهارده في الميدان في معانا شباب 6 ابريل، في معانا ناس اشتراكيين شيوعيين، موقفك كاسلامي ايه منهم؟ هل انت لا تراهم بالكليه؟ هل انت ضدهم، ضد وجودهم من الاساس؟ احنا طبعا كلنا الشعب المصري بيشارك في الثوره لاقصاء هذا النظام. احنا اقصاء النظام ولا اقصاء المجموعات دي؟ لا، اقصاء النظام. سليم. تمام، ولا نرضى بغير الشريعه حكما. سليم. طب افرض حضرتك انه الشعب اختار حاجه غير الشريعه، موقف حضرتك هيكون ايه؟ هل هتخرج على الشعب؟ هل هتضد الشعب؟ النهارده المجلس العسكري بيحسس الناس انه لو الاسلاميين اخترتوا حاجه غير الشريعه الاسلاميين هيحملوا السلاح ضد المجتمع، في تخويف بالناحيه دي، تعليق حضرتك على الكلام. المجلس العسكري من بدايه الثوره، من بعد نجاح الثوره، وهو كان كل هدفه ان هو يقسم الناس، يفرق الناس عشان هو اللي يحكم وهو اللي يسود الامر، زي ما حصل النهارده دلوقتي بعض الجماعات زي ما احنا شايفين كده واقفه مع المجلس العسكري، بتأيد المجلس العسكري، وكل كلامهم ان احنا ده الجيش وده ركن الاساسي للجيش، لا احنا بنقول ده مش الجيش، الجيش حاجه والمجلس العسكري كان لوحده خالص زي رئيس الجمهوريه، من حقنا ان احنا ننتقده، من حقنا ان احنا نشوف اخطائه، وهو لغايه النهارده ما عملش اي حاجه، كل الخطوات اللي خدها صفر.
طيب لو نجح البرادعي حد من الإسلاميين هيبقى ضده ويحمل السلاح عليه ولا ينقلب على المجتمع؟ لا نحمل السلاح عليه. لا احنا لم نحمل السلاح على مبارك نفسه، احنا خرجنا بالرأي، احنا كنا بننتقد النظام بمساوئه بظلمه بجبروته، احنا لم نحمل السلاح ولم نحمل السلاح في وجه احد من شعب مصر، واحنا نريد الحرية. متشكرين جدا، شكرا.